والله أول شيء التقرير جميل جدا، يعني يعكس عظمة الرؤية. وسيد يعني سيدي سمو ولي العهد كلماته بالفعل تحكي واقع. والجميل في هالرؤية أنه بداياتها بالنسبة لنا كرياضيين مش قاعدين نحصد، حضور جميل، إنجازات، العالم تتكلم، أبو نايف تكلم عن اللعيبة الأجانب الأبرز كيف كانوا يتكلمون، رونالدو يقول لك الدوري السعودي أفضل من البرتغالي، نيمار يقول لك الدوري السعودي أفضل من الفرنسي. فهالأمور تحتاج أيضا، يعني الآن نجحنا في وضع أرضية لحوكمة أفضل، إدارة مالية أفضل، ولكن مطالبين بعمل يواكب طموح الأمير الملهم. يعني أعتقد أن الإدارة الرياضية عليها مسؤولية مضاعفة، سواء الإدارة الرياضية اللي تدير الرياضة أو الأندية، عليهم استشعار المسؤولية حتى نصل، لا نقف عند شيء معين، مو بس استقطاب نجوم، لا الديمومة، أن نبحث عن ديمومة الحال. الرياضة السعودية الآن تعيش كمثل الحلم اللي تحقق، ولكن الديمومة تحتاج إلى عمل جبار من المؤسسة الرياضية، من الأندية الرياضية، من المعاونين، من الإعلام. الإعلام لابد أن يواكب هالنقلة. الإعلام الحالي مع كامل تقدير احترامي، ما راح أسمي، ولكن الأكثر الموجودين في الإعلام الرياضي لا يواكبون النقلة، وأقولها يعني وأنا أتألم. الإعلام الرياضي لابد أن يواكب، يعني يقف عند أي تقرير لسيدنا الملهم، وكيف ينظر، كيف يصل للرياضة السعودية، وكيف الإطروحات اللي تصير. فهذا انجاري يا جماعه، الشيء اللي يصير برؤيه. عبد العزيز وقف عند نقطه معينه، نختلف على بلنتي، على حكم، على مدرب، على لاعب، ولكن رياضتنا يجب ان نقف امام الجميع. في ناس متربصين يتمنون فشل الخطه هذه والرؤيه العظيمه، فاتمنى نتكاتف حتى نقدم ما هو افضل في ملاعبنا، في الاداره، في القرارات، في اللجان. شيء يتمنى كل رياضي سعودي هو الديمومه.